السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها هذا المساء للحديث عن التقدم المحرز على المسار السياسي على ضوء جهود المبعوث الأممي للتحضير لجولة جديدة من المباحثات. في ظل استمرار الحرب على الأرض، يجري الحديث عن تقدم على المسار السياسي والتوصل إلى ما يشبه الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة والميليشيا. التقدم الذي أعلن عنه المبعوث الأممي عقب مشاوراته في صنعاء مع سلطة الميليشيا، قال ولد الشيخ إنه مدعوم بتوافق خارجي ورغبة أكيدة من جانب الأطراف اليمنية على المضي قدما، وأن هناك فرصة حقيقية للحصول على السلام هذه المرة. المبعوث الأممي الذي تحدث عن جدية الأطراف اليمنية بالذهاب إلى جولة جديدة من المباحثات لم يوضح ما هي الأسس التي سيعتمدها كأساس للحل في هذه الجولة، وحتى الآن لا يبدو أن هناك اتفاقا على شيء حقيقي سوى الرغبة في العودة إلى المباحثات في الكويت، فيما تبقى النقاط التي سيتم التباحث بشأنها غائبة أو غير متفق عليها. هذا على الأقل ما توضحه تصريحات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي سلطة الميليشيا، ففي حين أكدت الرئاسة والحكومة ترحيبها بهذه الجهود وأنيتها التوجه نحو السلام، أكدت في الوقت ذاته ضرورة التزام الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي 2216 وما تم الاتفاق بشأنه في الجولات السابقة. متحدث الميليشيا من جانبه أكد أن جماعته لا تزال تتمسك بموقفها السابق الذي يرى أنه أو أن أي مباحثات في ظل استمرار الحرب ستبقى مباحثات غير مثمرة بحسب قوله، وكأن جماعته ليست هي من يجب عليها إيقاف الحرب. جولة التحضير جهود التحضير لجولة جديدة من المباحثات في ظل استمرار الحرب سيكون محور حديثنا هذا المساء، لكن بعد الذهاب لمشاهدة هذا التقرير. منذ عام لم تتوقف الحرب، ولم يتوقف الحديث عن تقدم على المسار السياسي أيضا. مؤشرات عديدة تؤكد على أن الحل السياسي صار أقرب مما مضى، لكن الحرب لا تزال على أشدها وفي مختلف الجبهات، وهما يجعل كل المسارات مفتوحة نحو نهاية واحدة، لكنها لا تزال بعيدة كما تؤكد تلك المؤشرات نفسها. هذه المرة كان المبعوث الأممي يتحدث من صنعاء عن وجود فرصة حقيقية لإنهاء الحرب، معززة بتوافق داخلي ودعم خارجي كما قال، لكن بدون حديث عن خطوط ذلك التوافق عدا الاتفاق على أن تكون الكويت مقراً لجولة جديدة من المحادثات، فيما كان مصدر في رئاسة الجمهورية يؤكد على أن المشكلة ليست في مكان انعقاد المحادثات بل في التزام الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي 2216، وهو الأمر الذي لا يزال من المبكر الحديث عنه على ما يبدو، مع إصرار الميليشيا على الحرب وتأكيد المتحدث باسم ميليشيا الحوثي على ما أسماه موقفهم الثابت برفض أي حوار في ظل استمرار الحرب. الرئاسة اليمنية رحبت بجهود المبعوث الأممي لاستئناف المباحثات، مؤكدة دعمها لجهود إرساء السلام في البلاد، مبدية استعدادها للذهاب إلى جولة جديدة من المباحثات، لكنها تشترط التزام الميليشيا بالقرارات الأممية وتنفيذ الخطوات المتفق عليها في الجولات السابقة لتعزيز الثقة وتهيئة الأجواء لاتفاق سلام ينهي الحرب. تتسارع الأحداث وتتزاحم الإشارات بشكل مربك، حتى صار من الصعب التكهن على أي مسار ستمضي الأحداث لتصل إلى النهاية المنتظرة. إذن مشاهدينا، للحديث عن التقدم المحرز في المسار السياسي وأيضا في ظل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، سنبدأ حديثنا مع ضيوفنا. سينضم إلينا مبدئيا من الرياض عضو اللجنة المركزية في التنظيم الوحدوي الناصري مانع المطري. مساء الخير سيد مانع. سيد مانع، يبدو أننا على أعتاب جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة اليمنية والميليشيا، باعتقادك ما إمكانية عقد هذه الجولة في ظل الظروف القائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد الجولة ممكن أن تعقد قبل شهر من الآن، لكن الميليشيات الانقلابية هي من رفضت الدخول في مشاورات واستمرت المماطلة، بينما موقف الحكومة لا زال ثابتا وواضحا في اتجاه أنها تسعى وترحب بالمشاورات في أي زمان وفي أي مكان من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني. الآن بلا شك أن الأمور تغيرت على الأرض، وهذا سيؤدي إلى تغير في موقف الطرف الانقلابي. أصبح شبه مؤكد الآن أن المشاورات ستعقد في دولة الكويت الشقيق، ونأمل أن
يأتي الطرف الانقلابي هذه المرة وهو جاهز للدخول في حلول موضوعية وهو مكتمل الاستعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن 2016 الذي يقضي بتسليم السلاح للحكومة، وأن يتفق الناس على آلية لتسليم الأسلحة حتى تعود العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويستكمل الناس ما تبقى من المرحلة الانتقالية. نعم، ولكن التحضيرات القائمة لعقد الجولة تتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية على الأرض، كيف يمكن فهم هذه المعطيات؟ دائما هو أمر طبيعي، دائما في قبل كل جولة محادثات بين أطراف متصارعة على الأرض يسعى كل طرف لإحراز تقدم ما يكسبه مزيدا من الأوراق التفاوضية على الأرض. بالنسبة للحكومة هي حتى وإن كانت تتقدم على الأرض هي أعلنت منذ وقت مبكر أن هذا التقدم لا يعني امتناعها عن الدخول في مشاورات. الحوثيون وقوى الانقلاب الموالية لهم من جماعة علي عبد الله صالح تسعى لاكتساب مزيدا من الوقت ظنا منها أن اللعب على وتر الوقت يحقق لها مكاسب وضغوط دولية على الحكومة اليمنية، لكن هذا الرهان فشل بعد أن استمرت الحرب السنة كاملة دون تغير المواقف الدولية وإصرار المجتمع الدولي على دعم الشرعية في اليمن وتأكيد هذا الدعم بقرار جديد من مجلس الأمن هو 2266 القاضي بتمديد العقوبات على علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ومن معهم. نعم سيد مانع، إلى أي مدى ستنجح الحكومة في تحسين شروط التفاوض في الجلسات المرتقبة بناء على المكاسب العسكرية التي تحققت على الأرض خلال هذا الأسبوع سواء في تعز وفي شبوة ومأرب؟ أعتقد أن السؤال الأصوب هو إلى أي مدى سيحكم الحوثيين العقل هذه المرة وعلي عبد الله صالح ويدركوا أنه لا مجال لاستمرار هذه الحرب وأن عليهم أن يدركوا أن السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة وأن لا مفر من تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأنه لا مفر أيضا من تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يقضي بأن تحتكر الدولة السلاح وأن يكون السلاح بيدها وأن تستمر العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية. هل سيأتي هذا الطرف وقد حكم عقله وأدرك أن كل هذه الخسائر التي تكبدها شعبنا بسبب حرب عبثية لن تجدي نفعا وأن الصواب هو الامتثال لما توافق الناس عليه والعودة للتوافق الوطني القائم على أساس الشراكة الوطنية وعلى أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى أساس المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن؟ نعم سيد مانع، تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن ضيفنا من الرياض السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. مساء الخير سيد مختار. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مختار الرحبي. سنواصل معك سيد مانع. سيد مانع، بالنسبة للقوى السياسية وهي التي ستكون معنية بأي تسوية سياسية في القادم، لماذا حتى الآن لم نسمع لها أي موقف؟ هل يعني موقف هذه القوى السياسية مشابه للموقف الذي ظهرت به الحكومة اليمنية؟ أنا أعتقد أنه ليس من الصواب أن يكون هناك مواقف متفردة للقوى السياسية، هناك حالة فرز واضحة داخل القوى السياسية اليمنية تمثلت بعقد مؤتمر الرياض قبل عام مضى. هذا الفرز أدى إلى وجود قوى سياسية تصطف إلى جانب الحكومة الشرعية وإلى جانب مخرجات الحوار وجانب المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وقوى أخرى رأت أو ذهبت باتجاه الانقلاب متمثلة في علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. فالفرز واضح، موقف الحكومة هو يعبر عن موقف القوى السياسية، لكن الواجب على القوى السياسية الآن أن تعمل على إيجاد رؤية وطنية شاملة لآلية عودة العمل السياسية وتشكيل جبهة وطنية أو تحالف وطني واسع يعمل من أجل إعادة بناء الدولة وإزالة مخلفات الحرب ومخلفات الانقلاب. وأنا حسب معلوماتي أن هناك نقاش محتدم داخل القوى السياسية من أجل إيجاد إطار وطني جامع يكون هو حاملا لمشروع الدولة وحاملا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية. ما ملامح هذا؟
ملامح هذا الإطار الذي تعتزم القوى السياسية تشكيله هو نقاط الاتفاق ونقاط الالتقاء فيما بينها. أن تترك مسألة التنافس نسبيا إلى حد ما، وأن تتجه كل القوى السياسية باتجاه مشروع بناء الدولة وفقا لرؤية واضحة متمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووفقا لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حددت واضحة لبناء مؤسسات الدولة على أساس الدولة الاتحادية الديمقراطية العادلة. وأيضا في ما يحتدم فيها النقاش الآن هو آليات إعادة بناء ما خلفتها الحرب من دمار ومن خراب ومن إعادة إعمار. هذه الرؤية التي تعمل عليها القوى السياسية ينبغي أن تحدد كل هذه المسائل، أن تحدد أيضا طبيعة الشراكة الوطنية التي لا تقوم على أساس المحاصصة وإنما على أساس المشاركة الوطنية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، ووفقا أيضا لمعايير ضمان مشاركة كل الأطراف شركاء في القرار شركاء في التنفيذ. نعم، ولكن هناك ثمة مخاوف من تسوية توقف الحرب لكنها لا تعالج الأزمة القائمة. باعتقادك سيد مانع، ما هي الأسس التي يجب أن ترتكز عليها أي تسوية سياسية قائمة؟ أولا لابد من أن تكون الرؤية واضحة. الطرف الانقلابي هو يحارب من أجل إقصاء الآخرين، بينما القوى السياسية المنضوية أو التي تقف إلى جانب الشرعية تحارب من أجل الشراكة التي ضمنها مؤتمر الحوار الوطني، والتي ستضمن إيجاد ديمقراطية حقيقية تحدد من خلال هذه الديمقراطية أحجام القوى السياسية. هذه القوى التي تحارب من أجل قضية الشراكة لا أعتقد أنها ستتخلى عنها، ولا حتى التسوية السياسية في حال حدثت ستفضي إلى إيجاد متنفس لهذه القوى لكي تعود وتعاود الكرة وتنقلب على الشرعية. القضية الرئيسية هنا هو في احتكار الدولة للسلاح. عندما يصل الناس إلى آلية لتسليم السلاح للدولة وأن يكون هذا السلاح بيد الجيش الوطني دون غيره، بلا شك أن الأمور ستتغير على الأرض وتصبح كل القوى السياسية مضطرة لأن تمارس العمل المدني، ولا خوف من أن يتنافس الناس في إطار عملية سياسية تنافسية بشكل ديمقراطي وبشكل سلمي ومدني. وإذا كان المسعى اليوم هو أن تمارس بعض القوى وتستخدم السلاح من أجل تحقيق أهداف سياسية، هذا هو ما أربك المشهد. وهذا هو ما نسعى لاستدراكه الآن من خلال تطبيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن. نعم، ابقى معنا سيد مانع. سينضم إلينا الآن مدير أو رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مرحبا دكتور، مساء الخير. حياك الله على سلامة، مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لعقد جولة جديدة من المباحثات، هل تعتقد أن هذه الجولة ستعقد أم أن هذه الجهود ستتوقف كما في السابق عند رفض الميليشيا تنفيذ ما يخصها من بنود الاتفاقات السابقة؟ شكرا جزيلا وتحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. في الحقيقة أنا ما زلت أتصور أن الحديث عن أي جولة من المباحثات أو المشاورات أو الحوارات أي تسمى هو يتوقف على توازن القوى على الأرض. نعم، صحيح أن هناك اختراقات إيجابية حصلت خلال الأسابيع الأخيرة، وبالذات فك الحصار عن تعز، وإن لم ينتهي كلية وإن لم تحسن بعد معركة تعز، لكن أحدث تغيير في ميزان القوى. لكن نحن نتعامل مع طرف آخر، مع طرف يزيد المراوغة والخداع والكذب والافتراء والوعود الزائفة. نعم، وشخصيا لم أعد أثق أن تحالف الحوثي صالح يمكن أن يركن إليه إلا بعد أن يسحب قواته ويرفع الحصار عن المدنيين ويطلق أسرى المعتقلين ويعيد ويسمح بدخول المواد الإغاثية إلى المناطق المحاصرة، وهي كثيرة، يعني ما تزال مناطق ممنوعة من الوصول إليها سواء كان في البيضاء. نعم، أو في بعض مناطق تعز ما زالت كذلك، ومناطق كبيرة تحت سيطرة الحوثيين. ولذلك أقول أنه أي مباحثات يجب أن تبنى أولا على براهين عملية تؤكد ما يسمى ببناء الثقة. لا يوجد أي ثقة لدى أي يمني بأن هذا الطرف
بما فيه من اللؤم والخساسة يمكن أن يركن إليه ويمكن أن يكون موضوع صغير. نعم، ولكن دكتور ما الجديد في هذه المرة حتى يمكن القول أن أي جولة جديدة ستنجح في إيقاف الحرب أو أنها ستعقد أو ستعقد في الأساس؟ أعتقد أنه هذا السؤال الجوهري هو ما الذي تسجد حتى يوافق الجماعة على أن يأتوا إلى مباحثات يأتوا إلى حوارات وكأنهم على سبيل. ليس لدى الحكومة، وأنا لا أنصح الحكومة أن تقدم أي تنازلات، ليس لديها ما تتنازل عنهم. نعم. الطرف الآخر هو من ينبغي أن يقدم تنازلات، والتنازلات كثيرة، وهي أن يعيد الأمور إلى طبيعتها ويسلم السلطة للحكومة الشرعية أو لنقضي إليه إجتماع شرعية وطنية توافقية. بعدها يمكن الحديث عن أي تسويات أخرى. لكن تحالف الحوثي صالح هو يقوم على المراوغات في الخداع وكسب الوقت والمراهنة على متغيرات يمكن أن تحصل في فترة الحوارات أو في فترة المواعيد. ولذلك تلاحظون أنه في فترة الحديث عن حوارات قادمة يجرى الضغط على تعز وتستمر عمليات تستمر محاولة استرجاع المواقع التي تم إحرارها مع الهجوم على المدنيين، وما جرت أمس مذبحة صعبة يندهى لها جبين الإنسانية وهي قتل الأسرى داخل السجون. هذه الأعمال لا تدلل على أن الطرف الآخر ذاهب باتجاه. نعم دكتور هل تسمعني؟ الأرض من أجل ابتزاز. نعم. الحكومة ومن يمثلها. نعم دكتور، يعني كيف سيمكن الضغط على الجماعة الإنقلابية بتقديم تنازلات، خصوصا أن يعني المجتمع الدولي يتعامل معهم بنوع من التدليل؟ شكرا لك، فقد استخدمت هذا التعبير الذي قلته عشرات المرات. يعني نحن نشعر أن الأمم المتحدة التي اتخذت قرارات صارمة وقوية ضد هذا التحالف الإجرامي تتعامل معه وكأنه الطفل المدلل، تتودد لهم وتترجاهم أن ينفذوا القرارات، بل إن جمال بن عمر وبعده إسماعيل ولد الشيخ يتوصف عند الرئيس هادي لإقناعه بتعديل القرارات الدولية، مطلوب الطرفين أن ينفذاه. لذلك أنا أقول إنه الطرف الدولي يجب أن يتعامل بصرامة مع هؤلاء، ويجب أن تنفذ القرارات الشرعية الدولية التي هي قبل أن تكون مطلب للحكومة الشرعية، هي واجب على هذه الحكومة أن تتمثلها، لكنها واجب أكبر للمنظمة الدولية مثل الأمن والمنظمة المتحدة بشكل عام كمنظمة سلمية. أما أن يأتي إسماعيل ولد الشيخ ويترجى رئيس الجمهورية وحكومة يعدلوا القرارات الدولية، هذا أمر مضحك يعني. نعم دكتور عيدروس النقيب تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد مانع المطري. سيد مانع، المبعوث الأممي تحدث عن دعم إقليمي لضرورة عقد هذه الجولة من المباحثات، هل تعتقد أن هذا قد يشكل ضغطا على الحكومة ويجعلها تقوم على تقديم بعض من التنازلات؟ أنا أعتقد أن الـ ما يقصده إسماعيل ولد الشيخ هو أن هناك موافقة إيرانية للحوثيين وعلي عبد الله صالح للذهاب إلى مشاورات تحفظ لهم ما تبقى من قوة، هكذا يتصور إسماعيل ولد الشيخ. وأنا أعتقد أن الإيرانيين في هذا الجانب يدركون أن حليفهم أصبح حليفا خاسرا، وأنه الأفضل لهم وله أن يذهب إلى المشاورات وأن يسعى لإيجاد حلول، هكذا المنطق والعقل يقول. لكن هل العناد والمكابرة التي عهدناها من قبل الإنقلابيين لا زالت قائمة؟ أنا أعتقد أن الأسبوعين الماضية أثبتت أن الحوثيون يتجهون نحو إيجاد مقاربات قد تمكن لهم من الوصول إلى صيغة تحفظ لهم مساحة أو هامش من السيطرة على أجزاء من اليمن. ونحن كقوى سياسية نقول وبشكل واضح وصريح أن الدولة اليمنية يفترض أن تكون مكتملة السيادة،
لا يوجد عند في اليمن منطقة خاصة بحزب معين أو بتيار سياسي معين. لا يمكن أن نسمع أن تبقى صعدة أو أي مديرية أو محافظة من محافظة اليمن تحت هيمنة حزب واحد أو فصيل سياسي. للحوثيين كقوة سياسية المشاركة بالعملية السياسية بدون سلاح في مختلف أرجاء اليمن وليس في صعدة فقط، ولكننا أيضا لن نسمح بأن تبقى صعدة مسيطر عليها من قبل ميليشيات مسلحة. نعم سيد مانع، إليه الحوثيين نعم. وأعتقد أن بغيتهم في المشاورات القادمة أن يعرضوا اتفاقا بأن ينسحبوا من كل المحافظات مع الاحتفاظ بصعدة، وأنا أعتقد أن هذه ستكون جريمة تاريخية ترتكب في حال قبلت القوى السياسية والحكومة اليمنية هذا الأمر. نعم سيد مانع، تفيد الأنباء الآن حول مغادرة المبعوث الأممي للعاصمة صنعاء دون أن يجري مؤتمر صحفي، هل يعني ذلك عدم التوصل لأي اتفاق مع الميليشيا الإنقلابية؟ لا نستطيع أن نستبق الأمور، لكننا من خلال معرفتنا بآلية عمل إسماعيل ولد الشيخ، ويختلف عن سابقه بأنه قليلا ما يتحدث للإعلام ويعمل دائما وراء الكواليس أكثر مما يعمل أمام الإعلام، هو رجل ذو خبرة سياسية واسعة يدرك أن الإعلام قد يوقعه في مطبات خطيرة. إذا كان يريد النجاح في عمله عليه أن يتعامل بشفافية مع القوى السياسية في ما يتم التوصل إليه، وأن لا يكرر أخطاء جنيف واحد وأيضا جنيف اثنين عندما جاء الطرف الإنقلابي دون رؤية واضحة. عليه أن يطلب منهم بشكل واضح أن يأتوا إلى المشاورات وفقا لرؤية واضحة، ما الذي يريدونه بالمنطق وبالعقل، ما الذي يريدونه وما الذي يستعدوا أن يقدموا تنازلات فيه، وما هي رؤيتهم للخروج باليمن من هذه الحرب. نعم سيد مانع المطري، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. نعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا الدكتور عيدروس النقيب. دكتور، هناك بعض المؤشرات عن حدوث انفراجة بين السعودية والحوثيين، هل تعتقد أن هذا سيدفع في إفساح المجال أمام حل سياسي قادم؟ هذا الحادثة أو الموضوع ما لوحظ من انفراجه كأنه يمثل نوع من الخطوة، يعني الخطوة دكتور هل ما زلت معنا؟ في المنطقة هو الطرف الحوثي. نعم. طبعا جزئية انه هناك اشياء كثيرة يمكن الحديث حول هذا الموضوع. اولا انه الحوثيين لوحدهم يذهبون الى السعودية بعيدا عن صالح، هذه تستحق نقاش لكن هذا موضوع ثاني. الموضوع الاهم هنا هو ان الحوثيين يجيدون صناعة الرسائل السياسية. هم يريدون أن يعملوا تهدئة مع السعودية، ويشعروا السعودية أنه ليس بيننا عداوات، وبدأ إعلامه يتكلم بهدوء ويلغي مفردة السعود صهيو أمريكو إسرائيل عدوانية إلى آخر من هذه المفردات المركبة المصطنعة الزائفة التي اخترعوها من عندهم. وصاروا يتكلمون عن الشقيقة السعودية، ويعني أعتقد هم يريدون أن يهدئوا في الجبهة ويبرهنوا حزنوية مع السعودية مباشرة، لكنهم يتجاهلون أن في طرف هو اللي مفروض يبدأون يتعاملوا معه بجدية، وهو الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الأستاذ خالد بحا. هذا نوع من المراوغة لا يمكن الرهان عليها بأنها ستصنع تغييرا عاصفا، لكنهم ربما نوع من جث النبض المتبادل بينهم وبين السعودية. نعم أيضا هناك دكتور تغير في الخطاب السعودي، يعني عبر المتحدث باسم التحالف، هل يمكن وصف التغير في هذا الخطاب السعودي على أن هنالك ترتيب للمرحلة السياسية القادمة باستيعاب الحوثيين فيها؟ شوف أنا الحقيقة يعني موضوع استيعاب الحوثيين بالمعادلة السياسية القادمة علينا أن نحذر، وأنا كنت طرفا في مناقشة المبادرة الخليجية وتحفظت على المبادرة الخليجية وانسحبت من نعم دكتور تفضل. يجب
أن يبقى المجرمون مجرمين، يجب أن يبقى المجرمون مجرمين إلى أن يبت القضاء في جرائمهم. بعدين أن الحوثي ينتقل من مؤسسة عسكرية، من عمل عسكري إلى عمل مدني، هذا موضوع يجب أن يناقش من هو الذي سيكون. هل سيكون علي أبو علي الحاكم عضو في مجلس النواب مثلا، ولا وزير في حكومة التوافق أو أي حاجة تحصل، أو هل سيكون عبد الملك الحوثي أو القتلة المجرمين الذين قادوا الحملات العسكرية ودمروا المدن وقتلوا الناس وشردوا الأسر وأبادوا المدارس والمساجد، هل سيكونوا شركاء في العمل السياسي؟ هؤلاء يجب أن يذهبوا إلى القضاء، ومثلهم علي عبد الله صالح وأنصاره وحاشيته وعيال أخبانه والمنظرين الذين كانوا ينظرونهم. لكن السياسيين العاديين الذين كانوا مجرد سياسيين، هذه مسألة تتوقف على ما سيقدمونه من براهين تؤكد أنهم تراجعوا عن نهجهم الانقلابي الموالي لإيران. في هذه الحالة أي تسوية سياسية يجب أن مجددا أقول يجب أن لا تستبعد حق الناس في مغادرة المجرمين. أما أن نعود إلى المبادرة الخليجية بما حملته من أفخاخ، فهذا سيكون يعني تهيئة لحرب قادمة وعملية انقلابية قادمة، ربما لو مش بعد سنة سنتين سيكون في أي وقت من الأوقات، لأن المجرم لا يتوب عن جرائمه طالما عاد يتعلم. نعم. هكذا هو. نعم. الدكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الرياضة السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا. سيد مختار، مرة أخرى يعود. أهلا بك سيد مختار، مرة أخرى يعود الحديث عن تحضيرات لجولة جديدة من المباحثات، لكنها تبدو هذه المرة جدية. ما هي أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها للمضي نحو عقد هذه الجولة؟ نعم، طبعا النقاط هو شيء واحد، يعني الذهاب للمشاورات سواء سابقة أو لاحقة هو يترتب على شيء واحد فقط، وهو تنفيذ القرار الدولي 2216. لا يوجد هناك أي نقاط أخرى، ولا يوجد هناك أي شيء يتم التفاوض حوله غير تنفيذ القرار الدولي 2216، ويوجد آلية تنفيذية مباشرة للبدء بتنفيذ نقاطه التي هي أكثر من التي هي 22 نقطة. بالتالي الذهاب للكويت أو الذهاب إلى غيرها أو إلى مشاورة قادمة سيقتصر على إيجاد آلية تنفيذية للقرار الدولي، ولا يوجد هناك أي قضايا أخرى لمناقشتها. نعم، بالنسبة لموقف الرئاسة والحكومة الشرعية مع تأكيدها على استعدادها للتوجه نحو عقد هذه الجولة، ما هي أبرز الاشتراطات؟ طبعا الاشتراطات هي كانت سابقة، وهي إبداء حسن النوايا وبناء جسور من الثقة التي ما تزال منعدمة. نعم. ولم يتم الالتزام بها، مع أنه كان هناك التزام مباشر من الميليشيا الإنقلابية في جنة 2، وتم هذا الالتزام تم توجيهه الى المبعوث الدولي بانه سيتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نعم. وسيتم ايقاف واطلاق النار، وسيتم قطع الحصار عن تعز. تعز طبعا تم كسر الحصار بالقوه، ولم يتم طوال اكثر من شهرين ادخال المواد الغذائيه، يعني اثناء ما كانت الميليشيات تسيطر وتحاصر مدينه تعز. نعم. المعتقلين السياسيين حتى هذه اللحظه ما يزالوا يقبعون، وهناك معلومات انهم يرفضوا يعني اطلاق سراحهم حتى هذه اللحظه. موضوع التاديه واطلاق النار، نرى انه معظم الجبهات ما تزال مشتعله، وهناك تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في جبهات كثيره، منها الجوف في المتون المطلوب، ايضا في محافظه تعز هناك يعني هناك معارك شرسه تقودها المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نعم. بالتالي نقول أنه حتى هذه اللحظة ننتظر عودة المبعوث الدولي لينقل لنا ما تم. نعم، هو عاد أيضا المبعوث الأممي، حسب الأنباء الواردة الآن أن المبعوث الأممي غادر العاصمة صنعاء دون أن يجري مؤتمر صحفي لتوضيح ما تم في جلساته مع هذه الميليشيا. هل هذا يعني عدم إجراءه لمؤتمر صحفي تعثر في الاتفاق مع الميليشيا الإنقلابية؟ أنا لا أعتقد أنه تعثر، لكن الرجل يريد أن
لا يسرب شيء للإعلام لكي يتم نقل هذا الشيء إلى فخامة رئيس الجمهورية وإضاءه على ما تم الاتفاق عليه. بعد ذلك يتم الإعلان عن طبعاً سيتم الإعلان عنه بكل تأكيد من قبل الشرعية وما تم الاتفاق والتواصل إليه. أعتقد أنه جانب احترازي من قبل المبعوث الدولي لما تم الاتفاق عليه، وأعتقد أن الساعات القادمة ستكشف ما ذهب إليه وما تم الاتفاق عليه، وسيكون هناك الرد من قبل الشرعية ومن فخامة رئيس الجمهورية. نعم، إذن سيد مختار الرحبي الصحفي والسكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف، كان معنا من الرياض عضو اللجنة المركزية لتنظيم الوحدوي الناصري سيد مانع المطري، وأيضا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، كما انضم إلينا لاحقا السيد مختار الرحبي السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية. أيضا أشكر طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدر، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله.